مرحبا بكم عند جنات. اليوم ان شاء الله غنديروا الخبز البلدي اللي كيدار في الران تاع الباديه، اللي كيديروا نسخنوه بالوقيت والفيتور وبالعواد. ما شهيتكم فيه ها نتوما، شوفوا كيجي بحال الشهد وريحته واعره، ريحته زوينه مع داك البريو، كيعطي واحد الريحه زوينه في الخبز والخميره البلديه. يلا ندوزوا للطريقه. بركة الله، اليوم ان شاء الله نصايب خبز البلدي. درت القمح والدخاله ديالو وشويه الفورص، وغالبا القمح كندير الخميره البلديه. نخلي منها شويه باش نذكرها. كندير الملح الملح قياس العجينه، كنديرهاش هنا، كنديرها هنا. ندير شويه الخميره المعجونه، نديرو شويه السنيده باش يحمر لينا في ساعه يطيب. ان شاء الله هذا الخبز نخبزو في الفران البلدي. تابعوا معايا المراحل، تشوفوا كيفاش كنشعلو ان شاء الله وكيفاش. بسم الله، المايه هنايا في الباديه كيبقاو يعجنوا الخبز، كيديروا ليه عا بحال هكا كيدلكوش. انا غندلكو بحال كيدير الطريقه ديالو، وكيجيو عندهم خبزهم زوينين كيدا بهاد الطريقه بحال هكا، كيبقاو يرشوا فيه كيجي واعر الخبز ديالو. نقسموه باش ندلكوه باش يدلك لينا مزيان. بعد ما خمرت لينا هنايا غادي نقرصوها،
بعد ما خلينا الخبز يخمر جينا نشعلوا الفران. هذا هو الفران البلدي، انا كندير فيه سطل ديال البري ونتاع الغنم. انا غنخوي هاد كوب البري هنايا في الباديه، الا ما ضربتيش عليه التماره ما تاكلوش الخبز البلدي، ماشي بحال كازا تشريو الخبز جاهز. ندخل البري بحال هكا من تحت، حنا عابرينو كيهز لينا السطل تاع البري. كندفعوه بحال هكا، كنمشي كندخلو هذا كامل كيدخل، باش ملي نشعلوه يزهر. دابا حنا كنشعلو بكعط، ضروري كعط نشعلو فيه. كنزيدو نعاونو بهاد الصابرة، خاصنا ما ندكوش باش ما يتعباش، خليه حتى يشد العافية عا باش نبداو نديرو بحال هكا. مره مره كنقعدو بحال هكا فهاد الطيب تيشد لينا مزيان عا باش غادي نبداو نحركوه. هذا اللي كنحركو بيه كيسميو محبش، تسميه على حساب من طاقته، كاين اللي يقول لي قطيب كي يقول لي هذا اللي كنحركو به كنسموه محماش، كنسموه زلاق، كنسموه مرشاي، على حسب المناطق كل واحد واش كيسميوه. المهم كنحركو به الخبز، كيكون طويل باش يدخل لك حتى لداخل باش ما تحرقكش العافيه، كيكون تاع الحديد باش ما تشدش فيه بطبيعه الحال. كاين انواع تاع الفران، كل فران وكيفاش داير. هذا عالي، كاين اللي في الارض، كاين اللي عاطيه فمو قبله. هذا الفران بني بطوب تاع الطين وعدو الباب، كاين اللي ما عدوش الباب كيقفلوه بغلاقه ديال الصباغه طبسيل قديم. هذا هو الفران في العروبيه، اللي بغى ياكل الخبز حتى يتحرك شويه عا باش ياكل الخبز. هذا هو الفران اللي في العروبيه، الا ما تومرتيش عليه ما تاكليش الخبز. تجمعي لي البري وتجمعي لي الصابره تكرميها وشي عويدات الى شاطو علب وعباش طيبي، ماشي بحال في كازا تلحقي تخرجي تشري الخبز وتجي، الا ما تومرتيش عليه ما تاكليش الخبز. كاين اللي كيدير الفيتور، كاين اللي كيدير الوقيد، كاين اللي كيدير ورق الزيتون، كاين اللي كيدير البري تاع الغنم، كاين اللي كيدير الفيتور، كاين اللي كيدير ورق الزيتون، كل واحد اش كيدير. كاين اللي كيدير العود، المهم يسخن الفران الخبز بيه. كون يلا درستو كتشعل الفران راه كيشعل على نص ساعه، بما سخن وبما تقاد باش نرميو فيه. هذا اللي كنحركو باش يسخن. هاي دابا قرب عليا
انا تنخبز والفراش كيعوق معاوني منسني. تبعوا معايا الفيل حتى تشكياتي. هانتوما شوفو كنفرشو بالحديد كنفرشو نعرميو نسدو عليه ونخليو يطيب. ها نجبدو الخبز ديالنا بعد ما اللي طاب. الفران هاد شوطت لي واحد الوحيده
هاو بعد ما خبزته خرجته وخدت شوطوا لي شي وحدين، المهم طيبين ها هو وصافي ونغطيو وبالصحة والراحة.